الكولومبي اوسوريو امبارح قبل السفر للاسماعيليه اعلن قائمه الفريق اللي هتواجه الاسماعيلي، وجت بقى القائمه كالتالي: في حراسه المرمى هيكون متواجد محمد صبحي، محمد نديم، خط الدفاع محمود حمدي الونش، حسام عبد المجيد، محمود شبانه، مصطفى الزناري، محمد طارق، حاتم محمد سكر. اما بقى خط الوسط فهيكون متواجد فيه محمد اشرف رؤى، محمد حسام بيسو، سيف جعفر، السيد عبد الله نيمار، احمد بالحاج، محمود عبد الرازق شيكابالا، احمد سيد زيزو، ابراهيم نداي، مصطفى شلبي. اما بقى لو رحنا لخط الهجوم هيكون موجود فيه سيف الدين الجزيري، يوسف اسامه نبيه، سامسون اكينولا. وبكده نقدر نقول ان القائمه دي شهدت استبعاد محمد عواد ونبيل عماد دونجا وكمان حمزه المثلوثي ومحمد عبد الغني، والقائمه دي شهدت عوده احمد سيد زيزو. لسه كمان الكلام عن مباراه الزمالك والاسماعيلي مستمر، ولجنه الحكام بقى في اتحاد الكره اسندت مباراه الزمالك والاسماعيلي تحكيما للكابتن محمد عادل اللي تواجد في الايام اللي فاتت في تنزانيا، حيث كان حكم لتقنيه الفيديو مع كابتن محمود البنا في مباراه يانج افريكانز وكمان مارومو جالانت. في كمان المباراه دي كانت في ذهاب نصف نهائي الكونفدراليه، بيعاون بقى مفروض الحكم معاونه كمان محمد عادل في مباراه الزمالك والاسماعيلي كل من هاني خيري وعمر فتحي، وبيتواجد محمد الغازي كحكم رابع، وعلى تقنيه الفيديو بيتواجد مصطفى مدحت ويعاونه محمد عزازي.